إذن عدنا حديث القاهرة وحصاد 22 سينمائيا، ما هي المختارات هذا العام الأفضل الأجمل الأكثر جدارة بالاهتمام؟ خلينا نروح إلى ناقدنا السينمائي المتميز أستاذ أمجد جمال، أهلا بيك منورنا. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، كل سنة طيب وسنة كل المشاهدين طيبين يا رب دايما. أي جدا. في جعبتك يا أستاذ أمجد إيه لما تيجي تقرر تاخد مختارات 2022 وتخرج منها الأفضل؟ طبعا هي كانت سنة ثرية على كل المستويات، يعني على مستوى الأفلام تقال فنية أو جماهيرية، أفلام مهرجانات، أفلام في السينما المصرية، يعني تعبتني شوية وأنا بجيب المختارات، تعبتني قوي يعني. مش أمال ثرية إيه؟ عالميا. طيب. عالميا لا في انتعاشة، لا عالميا في انتعاشة بعد السنتين الكبيستين بتوع الكورونا. في استفاقة، مش قولي انتعاشة، انتعاشة دي معناه ان حصل يعني قفزة كبيرة، لا هي مش قفزة كبيرة لكن هي استفاقة. تعتبرش فيلم يجيب 2 مليار ده قفزة؟ لا هو مليار ونص. طيب بس المشكلة في قفزة لما يوصل 2 مليار. بس هو الفكرة ان كان 2019 السنة اللي هي الخط ما قبل الكورونا كان في 9 افلام كسرين حاجز المليار. السنة دي في 3 بس، منهم لسه فيلم اول امبارح كسر حاجز المليار. هو فيلم افاتار. في 3 افلام بس مقارنة ب 9 افلام سنة 2019 ما قبل الكورونا، ده يعني مقارنة بليغة جدا. وحتى بالارقام يعني السنة دي الايرادات العالمية او ايرادات الولايات المتحدة الامريكية وكندا شمال امريكا الشمالية يعني زادت بنسبة حوالي من 65% ل 70% عن السنة اللي فاتت. لكن لم تصل ل 2019 كان لا كانت اعلى، يعني 2019 كان الاجمالي حوالي 11 مليار دولار. السنه دي بنتكلم في 7.5 مليار دولار، بنقرب يعني. ففي استفاقه. بنقرب ولا المنصات اصبحت مهدد حقيقي؟ يعني مش مهدد، بالعكس هي فتحت مجالات للانواع الانتاج الثانيه. انا بتكلم على دور العرض. هو طبعا في افلام اتاثرت جدا بموضوع وحصل مشاكل كمان، فيلم زي بلاك ادم من الافلام اللي هي سوبر هيرو المفروض انها كانت فيلم ياخد مده في العرض. وحتى برده بلاك بانثر وكاندا فور ايفر المفروض ياخد وقته في العرض السينمائي لكنه خد شهر بس. وبعد كده نزلوا في المنصات والنجوم الافلام دي زعلوا، حصل مشاكل وحصل يعني خلافات، والافلام نفسها ما جابتش الايرادات اللي كانت مفروض تجيبها. لو ان انا بعد شهر هشوفها فبرده بالظبط، الناس تكسل انها تروح. خليني مضمنا ان احنا استمتعنا يعني بغض النظر هل جابوا فلوس ولا لا، احنا شفنا تجارب متنوعه وافلام كتير تستاهل يعني. اللي هي طيب نبدا كده باول نبدا طبعا توب جان مافريك، ده ممكن نعتبره ان هو يعني مش هقول فيلم العام، مش عايز اقول فيلم العام، هم 10 افلام يستحقوا لقب فيلم العام. بس توب جان مافريك للنجم توم كروز طبعا. هو عمل معادله، هو طبعا الفيلم الاعلى ايرادا، الفيلم محقق مليار ونص، نزل في الصيف. فاجئ الرقم، فاجئ. عودة البطل العادي. البطل العادي. البطل اللي مش خارق. البطل العادي اللي هو طبعا بطل وبيطير وبكل حاجة، احنا متعودين على البطل اللي بيطير والشاشات الخضراء والكروما والحاجات بقى الفرانشايز والسلاسل والجزء التاني والجزء. الفيلم ده مستو ان هو في جاذبية ارضية، يعني هو برضه هو رغم ان هو خارق بس في جاذبية ارضية بتحكمه. بشري. بشري. بيعمل كل حاجة بيعملها البشر يعني. حتى هو في شغله في حياته الشخصية بيحب مثلا. دي كان حاجه احنا مفتقدينها، ان هو مثلا ممكن يدخل في علاقه عاطفيه. ابطال الخارقين اللي احنا بنتفرج عليهم في الفتره الاخيره، سوبرمان بقى وباتمان والحاجات دي، مفيش يعني فين الحاجات الانسانيه، الضعف الانساني، الحاجات دي موجوده جدا في مافريك. يعني فيلم ممتع جدا. توم كروز برضو لازم يعني ان احنا عوده لان هو يعني بيحكم الساحه دلوقتي بمجهوده. هو الراجل كمان يعني كان مشارك في الانتاج الفيلم، والفيلم مش بس متصور بجرافيكس ولا في حاجات حقيقيه، في ناس اتدربوا على قياده الطيارات. وطبعا في كمان حاجه مهمه، ان هو رغم ان هو جزء تاني لتوب جان اللي اتعمل في الثمانينات، لكن هو ما نقدرش نقول ان هو بيستغل او بيستثمر نجاح فيلم قديم، لان الاجيال في جاب. الجيل اللي دخل توب جان في الثمانينات مش هو الجيل اللي بيخش السينما دلوقتي. بالتالي هنا مفيش استثمار للنجاح بالمعنى المبتذل، بالمعنى اللي هو انا يعني مش عندي حاجه جديده فبجيب الناس بالجزء الثاني وخلاص. لا هو يعتبر فيلم الجزء الاولاني مش السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، بالظبط ده بقاله 34 سنه ولا 35 سنه يعني. طيب الفيلم الثاني بقى، الفيلم الثاني افاتار ذا واي اوف ووتر، يعني هو ده احدث الافلام اللي طازه جدا. يعني بقاله اسبوعين تقريبا، عوده كاميرون، عوده جيمس كاميرون.
تحضير طويل جدا 10 سنين بعد افاتار الاولاني. من 2010 بيحضر في الفيلم، بدا يصوره في 2017. طبعا ايرادات مذهله جت في مليار دولار في اقل من اسبوعين. الفيلم بقى كمان فيه حاجه مهمه، بس انا برضه ان هو فيه ادرينالين بقى واكشن، مشاهد مطاردات وملاحم وكل الكلام الممتع جدا ده. بس الميزه فيه في حاجه تقنيه، هو دايما جيمس كاميرون معودنا ان هو بيفتح افاق في التقنيات السينمائيه، في التكنولوجيا، في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالصناعه. هنا هو بيغامر مغامره جديده ومغامره مثيره للجدل والانقسام برضو. فكره الفريم ريت بتاع الفيلم او معدل الكادرات، تتابع الكادرات، عارفين الصور المتحركه او الفيلم عباره عن عدد من الصور بيتتابع سريعا عشان يدي ايهام بالحركه. بقالنا من سنه 1927 معتمدين نظام ال 24 فريم في الثانية أو 24 كادر في الثانية أو صورة في الثانية. ده بيدي بيسموه الإفكت السينمائي أو إحساس السينما. ده بيفرق الماتش الكورة مثلا أو المسلسل، في فرق بينه من صورتهم وبين صورة السينما. دايما يعني حتى اللي مش فاهمين الموضوع بس أكيد بيعرفوا بيحسوها. هو هنا لا، هو هنا عامل 48 فريم في الثانية، الضعف. فده بيدي إحساس إن هو مش فيلم، إن هو حاجة وثائقية أو حاجة مسلسل رخيص في الثمانينات معمول بس هو عاملها لسبب ان هو عايز المعارك تكون واقعية، شكلها واقعي. ففي انقسام بقى، في اللي شايف ان ده اضاف هو مقلل ايقاعها. يعني هو قاسم حاجتين، الفيلم 24 فريم العادي الطبيعي بتاعنا بتاع زمان، والمعارك المشاهد الهادية الناس واقفين مع بعض بيتكلموا كده، دي مشاهد عادية سينمائية. في المشاهد اللي فيها اكشن ومطاردات وحرب وملاحم لا، عامل 48، يعني مضاعف عدد الفريمز. فانت بتحس ان انت بتشوف حاجه وثائقيه، حركه الممثلين نفسهم حقيقيه زياده عن اللزوم. في ناس لا، يقول لك لا انا مش عايز اشوف كده، انا عايز احساس السينما، احس ان انا مش بشوف مسلسل ولا ماتش. في ناس قالوا لا، هو ده خدم الفيلم لان هو انا عجبني شخصيا. طب حلو، يعني الثالث بقى. الثالث ممكن نقول جلاس اونيون. جلاس اونيون فيلم نزل الجزء الاول اللي هو نايفز اوت في سنه 2019، و ده فيلم المنصه على طول. هو كان في الاول في الجزء الاول كان فيلم سينما، والجزء الثاني نزل اسبوع واحد او شهر تقريبا. نزل شهر في الولايات المتحده، نزل سينمات، بعد كده نزل على المنصه الشهيره. فكره بقى المحقق والجريمه الغامضه واللغز اللي بنكشفه، استعارت عالم أجاسا كريستي يعني جدا جدا بحضور شديد، لمسه كوميديه كده، فيها لمسه فيها كرتونيه، غير انزعاج خالص. يعني راجل بيعمل بنا، أجاسا كريستي مش زعلان ابدا خالص، ولا حد زعلان منه، حد زعلان منه. بس هو برضو المخرج بورو نفس الحكايه، ويجمع كل الابطال ويقعد والحاجات اللي هي المحققين بقى كونان والحاجات دي. عجبك في كوميديته ولا عجبك في هو الاختلاف اللي بيضيفه على أجاثا كريستي او عموما افلام المحققين، اللي هي اللمسه اللي هي كرتونيه كده، لمسه في شيء مش منطقي، في شيء ده الفهد القرمزي، انما هو مش عاملها كده برضه. عامل يعني كوميديا بس مش عامل كوميديا، مش كوميديا بالمعنى اللي هي انت بتضحك بتقهقه، بس انت شايف حاجه مثيره للاطروفات، يعني حاجه مش منطقيه بس هي لذيذه. يعني فيلم انا شخصيا امتعني، فيلم ممتع جدا، وفكره التويستات بقى والحكي. أنا عجبتني شخصيه المليونير الملياردير اللي هو ادوارد نورتون في الفيلم، انه حقيقي قوي، تلاقي له ماسك يعني ماسك حاجه، او زوكربيرج او هو يعني هم العيال دي يعني هو حتى متاثر بيه، يعني متاثر جدا. خليني اسال ناقدنا السينمائي الكبير الاستاذ احمد شوقي، هل تتفق مع الاستاذ امجد جمال على هذه الاختيارات الاولى في انه دي اهم افلام السنه دي؟ اختار لنا توب جان، واختار لنا افاتار، واختار لنا جلاس اونيون، البصله الزجاجيه. هل تعتبر دي الافلام الاهم حتى الان؟ مبدئيا مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء النور امجد، وكل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله السنه تكون افضل من سابقتها. يعني اتفق طبعا مع امجد ان هي دي اهم افلام العام. احسن او افضل بقى ده موضوع ممكن نتفق عليه، هي بالتاكيد الافلام اللي انا اهم ادق اهم ادق اهم بالظبط، لانه كل الافلام المذكوره الواحد ممكن يكون عليها يطرح عليها تحفظات. يعني في حاجه كمان مؤشر مهم جدا، ان من ايام اعلنوا المرشحين لجائزه جولدن جلوب، الكره الذهبيه، يعني التاليه في الاهميه بعد اوسكار. لا، ودايما الجولدن جلوب بيفرقها عن اوسكار، ان الجولدن جلوب فيها فئتين، فيها فئه الفيلم الدراما كمان، الافلام الجاده
وفيلم الكوميدي او الميوزيكال. فلما يكون قائمه افضل خمس افلام دراميه هي مكونه من توب جان ومن افاتار وفيلم سبيل، يعني الخمس افلام تقريبا اللي لو كانوا اتعملوا قبل 20 سنه كان هيكون في فئه ثانيه، فدي حاجه يعني لافته. صحيح. لكن طيب السينما المصريه كيف اراها بقى الاستاذ احمد شوقي خلال 2020؟ يعني ولا ابن عمه؟ عايز الحق لابن عمه وخلاص قطعته ولا عايز اعرفه. انها سنة مؤسفة جدا يعني اخر 10 سنين على الاقل هي اسوأ سنة على الاطلاق في السينما المصرية كما وكيفا. يعني احنا بنتكلم على ان القاعات المصرية استقبلت 25 فيلم جديد فقط غير فيلم محمد هنيدي اللي نزل من كام يوم. 25 ده رقم ما يفرقش كتير عن ال 23 فيلم اللي نزلوا في السينمات سنة كورونا 2020. كاننا يعني خمس شهور كاملين كاننا نزلنا في كورونا. يعني كاننا في الكورونا عدديا. وحتى على مستوى الكيف احنا اول مره من اول ما بدا جائزه اوسكار لجنه اختيار الفيلم المصري تقرر انها ما ترشحش فيلم كنوع من ابداء الموقف ناحيه سوق المستوى العالي. يعني يمكن الفيلم الوحيد اللي حقق ايرادات واضحه واللي كان فيه بعض الاختلاف حوالين احقيته في الترشيح هو فيلم كيرة والجن لمروان حامد. ولكن حتى انا مسميه الفيلم الحيله. يعني ده اللي حيلتنا السنه دي يعني. يعني خد بالك ان في شويه برضو المبالغات المعتاده انه اكثر فيلم حقق ايرادات في تاريخ مصر جاب 117 مليون جنيه، ده حقيقي بس حتى بقياسات التضخم وسعر التذاكر وكل شيء في نازل اثنين اللي مروان حامد عمله قبل اربع سنين انجح بكثير من كيرة والجن. مع الفرق ان اللي كمان تكلفه الفيل الازرق اقل بكثير من كيرة والجن. مفيش منافسه كمان. لا بس لو بمقاييس عدد التذاكر والتضخم يبقى سائر لطاقية لخفة هو الاعلى ايرادة في تاريخ السينما المصرية. صحيح. وفي السينما الحديثة يكون صعيد في جامعة امريكية هو الان. صحيح. بس في المحصلة 119 مليون دي حاجة برضو مهمة. يعني لما فيلم مصر حقق 119 مليون ده شيء يعني لافت جدا. لو حسب لو استاذ ابراهيم على سعر متوسط سعر الدولار وقتها مش دلوقتي اللي هو كان 16 جنيه هنلاقي ان هل حجم السوق المصري ده كله بكل مبالغاتنا اللي فيه 5 6 مليون دولار ده برضو دي حاجه يعني ده تحت السوق ده اقصى فيلم ممكن يحقق اي حاجه 5 6 مليون دولار اللي هم دلوقتي بقوا اقل بكتير كمان فده يعني في كويستشن مارك. وفي حاجه مهمه خليني اقولها انه بيحصل تغير تدريجي ناحيه ايه السوق الاهم للفيلم المصري دلوقتي في انطلاقه لقاعات السينما في السعوديه بتحقق ايرادات ضخمه جدا بقت موضوعه الاعتبار من قبل كل المنتجين. وفي واحد من المنتجين الكبار في مصر مش مهم نقول اسم المنتج ولا اسم الفيلم لكنه قال لي بالنسبه لفيلم طرح ليه في بلد صارت السنه دي في مصر والفيلم حقق نجاح مقبول ان الفيلم ده لو ما كانش جاب اي تذكره في مصر هو ما كانش عند مجموعه المنتجين اللي انتجوه اي مشكله لان الفيلم كان محقق مكاسبه المطلوبه من السوق السعودي. وده اي فيلم فيه يا فندم؟ مش مهم اقول هو ايه. مش كده وجن يعني مش كده وجن تقريبا لا مش كده وجن يعني كده انا بقول عشان محقق ايرادات معقوله مقبوله لكن في النهايه اصبح السوق اللي محطوط في البوصله اللي بيفكر فيه واحنا بنديزاين الفيلم انه يكون مطلوب من السوق السعودي ومن المشاهدين. بس مش معايا يا استاذ احمد انه طول عمر الموزع الخارجي هو صاحب اليد الطوله في افلامنا وفي اختيار ابطالنا وقصصنا وكم عندنا من قصص. عمر يا استاذ ابراهيم ما كان الوضع بيقول ان الفيلم لو ما جابش ولا جنيه في مصر يعتبر برضه نجح. انه قائم على الخارجي تماما يعني. تماما مش مهم خالص يعني. الانسان ما فيش اعتبار للسوق الداخلي اصلا. وده هيخدنا لانه انا اتوقع خلال السنين الجايه في نوعيات كامله هتبدا في التلاشي من السينما المصريه على راسها الافلام الاكشن والحركه. لانه الفيلم السوق السعودي ما بيحبش السوق الاكشن المصري لانه بيتنافس مع توم كروز وبيتنافس مع افاتار. لكن لسه الفيلم الكوميدي المصري ليه جمهوره الخاص، لسه الفيلم الرومانسي المصري ليه جمهوره الخاص، الفيلم اللي بطوله نجم جنائي ليه جمهوره الخاص. لكن الافلام اللي منافسها الرئيسي هو المنافس الامريكي انا اظن انها خلال السنين الجايه هتعاني. شكرك جدا استاذ احمد شوقي واعود الى الاستاذ امجد جمال واساله عن بقيه قائمه الافلام. صديقي احمد شوقي متفق جدا يعني. وبالمناسبه هي حاجه كويسه يعني انا شايف انها هي مؤشر مقلق على السوق بس كويس ان في سوق تاني على الاقل دخل هيساعد شويه. ده في النهايه برضو هيعود على الرياح دي هتعود على السينما المصريه بشكل او باخر لما يكون في عندك على الاقل فيلم تصدره يعني. دي حاجه مهمه برضو عظيم مش ظاهره سلبيه كامله يعني.
لا هي ظاهرة إيجابية لأن يبقى عندك سوق ده سوق خارجي. منقذ ده شايف إنه سوق منقذ آه لكن هو يعني حتى فكرة إنه السوق الخارجي ده بيملي رغباته على السوق الداخلي ده طول عمره مش حاجة جديدة بس يعني. على الأقل دلوقتي السوق الخارجي ده ما بقاش بنفس التحفظ بتاع زمان ما بقاش بنفس الانغلاق بتاع زمان لا ما أقصدش بالمحتوى السياسي أو الديني تكلم على مستوى النجوم على مستوى الأبطال طول يعني أحمد زكي عندنا وقعة شهيرة لمحاولة انتحار نتيجة ان الموزع رفض وعايز نور الشريف يعني فده دي قصة أصيلة في حياتنا يعني بالضبط وحتى في المواضيع كمان يعني السوق الخارجي بتاعك بقى سوق حتى في المواضيع والأفكار أيديولوجيا وسياسيا طب اتكلمني عن أفلام السنة دي اللي ذكرها الأستاذ أحمد شاوي يعني طبعا هو كيرة والجن كيرة والجن حطيته في القائمة بتاعتي برضو من اختياراتي هو الفيلم الحيلة فعلا وفيلم يعني حاسه ان هو برضو اتظلم شوية حصد كان يستاهل ان فيلم هو فيلم 120 مليون جنيه واتظلم لا الظلم كان المفروض يترشح للاوسكار يمثل مصر في الاوسكار اللجنه امتنعت اللجنه خدت قرار اللي هو السينما المصريه سيئه فاحنا هنمتنع هي السينما المصريه فعلا كانت سيئه جدا بس هو الفيلم ملوش يعني ملوش ذنب في مبدعين تعبوا في الفيلم ده في مخرج اشتغل في مدير تصوير مجتهد جدا في نهاد نصر الله مأزياء في مونتير شاطر في ناس كتير فن السينما فن ده فن فيه عناصر كتير وكان الفيلم يستاهل ان هو يمثل ياخد فرصته حتى يعني هيكسب او لا دي حاجه طبعا انا اظن انه مش هيكسب ولا هيوصل مراحل يعني متقدمه لكن هو كان يستحق التمثيل في فيلم هندي اتعمل السنه دي اسمه ار 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 فيلم برضو عن مقاومه الاستعمار ونفس يعني قريب جدا بطلين هنود بيعملوا زي خليه وبيقاوموا الاستعمار البريطاني للهند في فتره برضو اوائل القرن العشرين والفيلم داخل في كل المسابقات الامريكيه جولدن جلوب والكريتيكس تشويس ويعني ف نفس الموضوع ما تظلمش كده والجن بمقارنته بار ار ار بس يعني لانه الكلفه نفسها والتكنولوجيا ويعني ما احنا صنعنا ما عندهمش الامكانيات أكيد. اللي كانوا عند 3R ده يعني برضو حاجه لان بس كان في اقاويل اتقالت ان انا فيلم عن الاستعمار او المقاومه لا يصلح للتصدير او ان هم عشان الغرب هينحاز مقصر جدا يعني فده عايز ارجع على 24 فيلم التانيين هل في سمه عامه تجمع افلام السينما المصريه هذا العام؟ لا هو كله كوميدي وحتى في تراجع حتى في المستوى الكوميدي كويس يعني لا للاسف هو ده للاسف بقى انه في تراجع حتى في المستوى الكوميدي يعني فافلام فعلا السنه دي ما يعني ما هي سنه خذلتني حتى في الاختيارات كنت حابب اعمل 10 افلام عربي و10 افلام عالميه لكن الموضوع صعب جدا يعني مستحيل ده طموح يعني مبالغ فيه طموح يعني لكن انت كنت جايب لي الاب الروحي باعتباره من الاب الروحي انا شايف ان هو بيمثل ظاهره رغم ان هو من انتاج السبعينات يعني لكن هو اعيد طرحه في السينمات بشكل موسع في مصر وفي العالم كله ومش في السينمات المثقفين ومثقفين وسط البلد لا ولا المهرجانات لا الفيلم نزل في المولات في سينمات المولات في يعني الناس جمهور الفشار عادي بيروح يتفرج على فيلم كانه ده بيرجعنا برضو لفكره زمان ان الفيلم الجماهيري كان الفيلم هو الفيلم الفني يعني مفيش دلوقتي الفصل الواسع فانا حبيت ان انا اذكره في القائمه بتاعتي ان هو بيرجعنا للمنطقه دي الزمن اللي كان فيه مفيش فصل بين الفيلم الفني والفيلم الجماهيري فيلم بيحبه كل الناس وفيلم فني وخد الاوسكار وخد جوائز كتير طبعا اشكرك جدا استاذ امجد جمال اشكرك على هذه الاطلاله المتشائمه على 22 اللي أتمنى أن ما أكونش أكثر تشاؤماً على 23 سينمائياً مصرياً يعني يلا ندعو سوا يلا ندعو بعد الفصل هنقعد أنا وأمجد وأحمد شوقي وكل المعنيين بالسينما ندعي أن ربنا ينقذ السينما المصرية بعد الفصل نلتقي